اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان فضيحة اليوتيوبر العالمي زبيد. اليوتيوبر زبيد اثناء بث مباشر وهو يلعب احدى الالعاب او يشاهد مشهد مرعب يقوم بعمل رقصة غير اخلاقية ويظهر عضو حساس من جسده في الفيديو. الجميع انتقد زبيد حول العالم، مشهد غير لائق، مشهد إباحي وغير أخلاقي لليوتيوبر الشهير زبيد، انتقده الكثيرون.